ينضم إلينا من حيفا أمير مخول الباحث في مركز تقدم والمختص بالشأن الإسرائيلي. سيد أمير، ما الذي يمكن أن يعول على جلسات محكمة العدل الدولية؟ أولاً يعول الكثير، يعني يعول بداية في احتمال القرار الذي ممكن أن يصدر وفي أمر منع لإسرائيل في استمرار في حربها، وهذا هو القرار المؤقت عملياً وهو الأهم قد يكون في هذه الحالة. يضاف إلى ذلك التفاعل الدولي والشعبي الكبير جداً والمناصر لقضية فلسطين. هذه ليس حدث قضائي فحسب، وليس حدث في أروقة المحاكم المحكمة الدولية، وإنما حدث شعبي في ساحات العالم، في مقابل سفرات جنوب أفريقيا، مقابل في كل مكان، وتحول إلى يوم تضامن عالمي مع الشعب الفلسطيني، وهذا مهم جدا، وكان أهمية كبرى أن تأتي مثل هذه الدعوة من جنوب أفريقيا. لكن بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنه أحد المؤشرات لمدى أهمية هذا الحدث هو رد الفعل الإسرائيلي الداخلي بالأساس، هو مسعى إلى خلق رواية جديدة تعتبر كل ما يجري في جنوب في محكمة العدل الدولية فرية وافتراء على إسرائيل وعلى الحقيقة وعلى الرواية، والتي تحاول أن تظهر أنها هي الضحية وليس وهي ضحية الضحايا بمفهوم معين. إسرائيل تحاول أن تظهر أمام شعبها بالأساس بأن هناك اعتداء عليها، واعتداء شبه وجودي إلى حد معين على حقها وأخلاقياتها. فهذه معركة تعتبر حاسمة بالنسبة لإسرائيل وذات أهمية كبرى، ومن هون جاء المشاركة فيها عن غير عادي. وإسرائيل دائما لديها الشعار الذي يقول أن الأمم المتحدة وكل هيئاتها لا تساوي شيئا، لكن الآن تذهب إلى ذلك وتسعى إلى الدفاع عن نفسها، وترى نفسها محاصرة، وترى أن الإدارة الأمريكية ستكون محرجة في حال صدر قرار عن محكمة العدل الدولية، مما سيدفع مجلس الأمن إلى تغيير رأيه. لكن هذا ليس مضمون، لأن الولايات المتحدة لحد الآن هي ليست بأكثر يعني مناعة من إسرائيل في نسب إليها جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم الإنسانية. ولكن لماذا في حالة إدانة إسرائيل أو المطالبة بوقف هذه الحرب من محكمة العدل هناك قرارات مشابهة من الأمم المتحدة، وهناك قرارات سابقة من مجلس الأمن ضد إسرائيل ولم تنفذها ولم تحرجها؟ لا، هذه أكثر، لأن هذه هيئة قضائية في جوهرها، هي مركبة من قضاء، صح أن قضاء يمثلين أحيانا الدول، لكن كل قاضي مستقل في رأيه، وهذه هيئة التي لديها إلزامية معينة في تنفيذ قراراتها. الأهمية في القرار وليس أنه سيحكم في البت في جوهر الموضوع، وإنما في أنه في هناك شبهات جدية في أنه إسرائيل ترتكب جرائم إبادة، وهذا يتطلب حماية وقف الحرب، وهذا سيكون ملزما، سيكون محرجا جدا للولايات المتحدة لإدارة بايدن في حال حاولت تعويق القرار، مع أن أعلنت موقفها بشكل واضح أنه ستقوم بذلك، لكن سيكون محرجا جدا. وأعتقد هذا نوع من التراكم، تراكم الإنجازات وتراكم العمل الفعل الدولي، لأنه مجلس الأمن معطل عمليا لحد الآن ما دامت الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الحصانة الكاملة في مواصلة الحرب، وترى نفسها شريكة في القرار وليس فقط أن تدعم قرار إسرائيل، ترى أنه لا مجال وليس الوقت الآن مناسبا لوقف إطلاق النار، وهي تتعامل مع قضية الفلسطينية بوصفها فقط موضوع إنساني أو الحاجات الكارثة الإنسانية، وكأنها قضاء وقدرا وليست صنع يد أو آلة حرب إسرائيلية. فهذا نوع من المراكمة المهمة جدا. أعتقد أنه صدور قرار من هذا النوع سوف يكون مرجعيا بكافة المحافل الدولية وأيضا الشعبية، وأيضا حتى في حال قيام لجنة تحقيق إسرائيلية قد تتطرق لذلك. لذلك إسرائيل ستشعر حالة محاصرة، وهذا أمر مستجد. ثانيا، أن إسرائيل قبلت في قواعد اللعبة وأرسلت قاضي يدافع يمثلها وأرسلت طاقم دفاع، وهذا يعني أنها جزء من هذه، قبلت بقواعد اللعبة وأنها تسعى إلى تبييض صفحتها، لكن مشاركتها أيضا
قد تورطها أكثر، لأنه على غرار مقاطعتها لو حدثت، لأنه هذا يعني أنها لا تستطيع أن تتهرب من القرار. طبعا هذا لا يعني وقفا لإطلاق النار، لكن هذا يعني أنه مراكمة إضافية وضغط كبير جدا على المستوى الأخلاقي، على المستوى أنه إسرائيل تصبح دولة مدمغة أو مدموغة بالإبادة الجماعية. وهذا تحول باعتقادي في كل التعامل مع إسرائيل دوليا، ويؤسس عليه مستقبلا. نذهب إلى نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى إسرائيل. ما هي نتيجة هذه الزيارة؟ لأن التصريحات تبدو متناقضة. في المجمل أعتقد أنه هذه الزيارة تعثرت في نهاية المطاف على عتبة الحكومة الإسرائيلية. كتب أحدهم في الأمس أنه لا يوجد في إسرائيل شريك للمفاوضات ولا شريك لصنع التحول إلى المسار السياسي. لا يوجد لإدارة بايدن من تتحدث معه في إسرائيل، بخلاف الدول الأخرى التي تحدثت مع طرف واحد كممثل الدولة، كما حدث عربيا وإقليميا. في إسرائيل اضطر بايدن أن يتحدث مع كل وزير على حدة، مع كل عضو في كابينة الحرب على حدة، مع رئيس الدولة ومع جانس ومع نتنياهو ومع جالانت ومع وزير الخارجية. وهذا دليل على أنه في إسرائيل لا يوجد عنوان واحد. الإدارة الأمريكية قد تراهن على جانس، لكن لا تراهن على حكومة نتنياهو، وترى أنها العقبة الأساسية وتعرف ذلك، لكنها لا تريد أن تحرك ساكنا. كان هناك واضح الاستهانة في لدى حكومة نتنياهو التي تخندقت في الائتلاف الأصلي تاعها، إنه عمليا حين صرح طالب بدفع الأموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، جاء الرد من سموتريتش الذي قال لبلينكين أن هذا لن يحدث في فترتي وهذا لن يحدث. نتنياهو يتهرب، لا يوجد في إسرائيل أهداف لهذه الحرب. هذه أعتقد أن الولايات المتحدة شعرت كم هي متورطة في هذه الحرب، كم إسرائيل باتت متورطة، كم تدفع بها للتورط أيضا كإدارة أمريكية. ولذلك لا يبدو أنه بلينكين جاء في استنتاجات أنه يجب أن فرض نوع من الحل، يجب فرض نوع من التوجه نحو اليوم التالي، وإنما أبقى الأمور مفتوحة، وكما لو كانت تشاورات وليست فرض مواقف. حتى لو عبر عن مواقف مهمة في نهاية المطاف بشأن النازحين الإسرائيليين، ليست قضية داخلية وإنما يعني تحل ضمن الحل الشامل على موضوع ضرورة السلطة الفلسطينية ودولة فلسطينية، لكن هذه الأمور كانت مهمة تصريحيا، لكنها لم تتعدى التصريح، ولم يرافقها أي فعل أمريكي أو محاولة ضغط على حكومة إسرائيل. ولذلك تعثرت في هذه الجبهة عمليا، في هذه العتبة، نعم. بينما كان هناك نوع من الليونة العربية والفلسطينية، لكن الإدارة الأمريكية قررت أن لا تحسم مع إسرائيل. إذا كان الدعم الأمريكي هو الأساسي لإسرائيل، إن كان سياسيا أو عسكريا، وأيضا الدور الذي تقوم به لمنع اتساع هذه الحرب، كيف لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل ما تطالب به الولايات المتحدة؟ لا تستطيع، لكنها لا تريد عمليا. هذه الإشكالية في الموقف الأمريكي، لديها القدرة أن تفرض على إسرائيل، لكنها لا تريد، وبالعكس بقناعة كاملة أن الحرب يجب أن تستمر. يعني الولايات المتحدة هنا تقول أنه الحرب لا مكان لوقف إطلاق النار في هذه المرحلة. هذا موقف وشكل واضح أنه دعم لإسرائيل. عمليا أبقت مجال كبير جدا للمناورة لدى نتنياهو، ونتنياهو يقرأ الإدارة الأمريكية جيدا، ويعرف أنها في سنة الانتخابات بأن روافع الضغط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية تبدأ في التراجع. طبعا لا تزال قائمة، لكن الولايات المتحدة لا تريد وقف إطلاق النار. لو أرادت ذلك لحدث، لكنها لا تريد ذلك، لأنها تعتبره هزيمة لإسرائيل في نهاية المطاف، عدم تحقيق الأهداف، وعمليا هزيمة للمخططات الأمريكية، وليس فقط لإسرائيل، لأن هي شريكة في هذه الحرب، شريكة في الإمدادات، شريكة في القرار، وشريكة عمليا بكل شيء، في كل تفصيليا بكل شيء. نعم. دائما الولايات المتحدة تؤكد على أنها لا تريد أن توسع من نطاق هذه الحرب، وأيضا
إسرائيل تتحدث عن أنه إذا لم تنجح الجهود السياسية فالمجهود الحربي يمكن أن يحقق ذلك بالنسبة للشمال. هل يمكن أيضا لإسرائيل أن تفرض ما تريده في منطقة الشمال؟ لا، هذا بالضبط. يعني الموضوع ليس أخلاقيا كما تدعي الولايات المتحدة أو قيم، وإنما مصالح وأيضا توازن قوى على الأرض. توازن قوى على الأرض في الشمال لا يسمح فيما يدعو إليه وزير الأمن جالانت أو رئيس الأركان في إبادة القرى العملية اللبنانية أو تدميرها، تفكيكها كما سماها في الأمس أمام جنوده. هذه ليست قضية سهلة بهذا الشكل، هناك ثمن إسرائيلي سيكون باهظ، وهناك قدرات غير محسوبة يعني غير معروفة. لكن أعتقد أنه في نهاية المطاف إسرائيل لا تسعى إلى الحرب في لبنان إلا إذا استطاعت أن تجر الولايات المتحدة إليها. الولايات المتحدة بشكل قاطع أعلنت أنها غير معنية في هذه الحرب وغير معنية في توسيع الحرب، لكن الأمور قد تدحرج. لكن الاتجاه العام هو من الطرفين، من إسرائيل ومن حزب الله، هو عدم التحول إلى مرحلة حرب مفتوحة وشاملة، لأن ذلك سيكون غير محسوب العواقب، غير محسوب الثمن. وأعتقد أن إسرائيل الآن تدفع ثمن باهظ جدا بشريا وفي جنودا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا في موضوع غزة. فكم بالحري لو فتحت الجبهة لبنان، عندها ستتعطل الدولة لفترة طويلة جدا، وهذا أعتقد إضافة لطبعاً للخسائر للقصف المتبادل. فهذا أعتقد هناك استعدادات، لكن يبدو أنها أكثر مناورة تخدم السياسة منها مناورة حتى تتحول إلى حرب مفتوحة. لماذا بدأت أصوات في إسرائيل تتحدث على أن الأهداف التي وضعت في بداية هذه المعركة لا يمكن تحقيقها، في حين أن ما زال القادة إن كان من الجانب السياسي أو العسكري يؤكدون على أنهم يسعون لتحقيق نفس هذه الأهداف؟ لأن إسرائيل في ورطة ذاتها، عمليا في ورطة مواقفها، في ورطة أهداف هذه الحرب. هي بدأت الحرب في حالة من الهزيمة، من الترويع الداخلي، ومن الشعور بالإخفاق الهائل سياسيا وعسكريا وانعدام الثقة الداخلي. لا يزال واضح أنه بعد 3 أشهر أو أكثر بدأ المجتمع الإسرائيلي يئن تحت هذه المسألة، وبدأت واضحا أنه ليس بالإمكان تحقيق الأهداف، خاصة موضوع المختطفين والمحتجزين في غزة الذي لا يمكن لحد الآن كما وعد الجيش أنه الوصول إلى قيادة حماس والوصول إليهم. والآن يبدو واضحا أنه دائما يبثون نوع من السراب وكأن الأمور قد أنملة، وإنما لكن هذا تبعد الإمكانية. التخوف أنه هذه الحرب سوف تؤدي لدى مثلا عائلات هؤلاء الرهائن، سوف تؤدي إلى ضياعهم وضياع قضيتهم كما حدث مع رون أراد في 86، لكن الطيار الإسرائيلي في لبنان. لكن هذه واضح اليوم أنه إسرائيليا بدأ نوع من إرهاق من هذه الحرب، استنزفت قوى كثيرة لم تصل إلى نتائج، لا في موضوع الرهائن ولا في موضوع الأمان ولا في موضوع النزوح الإسرائيلي الداخلي ولا اقتصاديا ولا، وبدأ أيضا تذمر داخل جنود الاحتياط تجاه سلوك القادة العسكريين وتجاه سلوك القادة السياسيين الذين باتوا يتعاملون مع غزة أو مع الحرب في غزة وكأنها منصة للعلاقات العامة أكثر منها لدعم الجنود. فهذه نوع من الأزمة التي تتراكم بتسارع كبير جدا. وأعتقد أنه حتى تصريح نتنياهو في الأمس بأنه لا يريد، لا توجد نية لاحتلال غزة لفترة طويلة لفترة دائمة، هذا تصريح خطير في نهاية المطاف، لأنه إن يتحدث عن فترة دائمة حتى احتلال 67 لم يكن هناك نية في احتلال في إبقائه لفترة دائمة في الضفة الغربية وغزة. لحد الآن لا يوجد أيضا ضم يعني هذه المناطق، لكن واضح أنه المؤقت في إسرائيل هو الأكثر ثباتا. لذلك يجب أن لا نأخذ هذه التصريحات محمل الجد. إسرائيل قد تجد نفسها سريعا في حالة احتلال وحكم عسكري، وهذا ما يتحدثون عنه الآن، واستيطان في غزة والتهجير لا زال قائما،
لكن وهذا نوع من التعثر في الأهداف الاستراتيجية، لأن الإسرائيلي لا تملك القدرة على اتخاذ قرار داخلي بالإجماع، بإجماع معين نحو اليوم التالي للحرب، لذلك تدير الحرب بشكل أحيانا تذهب إلى صور انتصار من خلال الهدم والدمار أو من خلال الاغتيالات التي تستهدف القادة الفلسطينيين، لكن لا يوجد لها مخرج من هذه الحرب، إلا وإذا استمرت سوف تتحول إلى حرب استنزاف، وهي الحرب الأكثر فتكا بالنسبة لإسرائيل والأكثر تضررا، لأنها تستنزف فعلا بقدرات هائلة في كل المستويات.